أهلا بكل متابعين يوم سعيد. النهاردة هنتكلم عن الحالة الفلكية ليوم الاثنين 14 أكتوبر، وهنشوف تأثير الحالة الفلكية في اليوم ده هيكون إيه على كل الأبراج. النهاردة القمر موجود في برج الحوت طول اليوم من أول اليوم لآخره. اليوم كمان بيبدأ وكوكب أورانوس بيتراجع في برج الثور، والمشتري بيتراجع في الجوزاء، والمريخ في السرطان، والشمس في الميزان، وفينوس وعطارد في العقرب، وبلوتو في برج الجدي، وزحل ونبتون بيتراجعوا في الحوت. خلينا نشوف الحالة الفلكية بالشكل ده هتأثر ازاي على 12 برج. نبدأ ببرج الحمل. مواليد الحمل عندكم اليوم كله القمر في منزل الصحة السلبي، ده بيخلي الطاقة البدنية عندكم أقل، فضروري تاخدوا وقت كافي من الراحة وتنظموا جهودكم، ما تضيعوش طاقتكم في شيء ملوش لازمة. مهم كمان انكم تعملوا كل حاجة في سرية وكتمان، بلاش انكم تكلموا عن أخباركم او عن خططكم، وابعدوا عن الفخر بنفسكم وبإنجازاتكم. نروح بعد كده لبرج الثور ومواليد الثور. القمر داعم ليكم في الحياة الاجتماعية وكمان في الشغل، فتقدروا في شغلكم انكم تعملوا تنمية لأعمالكم، ولو عندكم مشاريع خاصة تقدروا تعملوا تنمية لمشاريعكم. كمان لو انتوا في وظيفة تعرفوا تحصلوا بسهولة على دعم الزملاء والرؤساء في الشغل. تقدروا كمان تخرجوا وتنطلقوا مع الأصحاب، يوم هايل لتوطيد العلاقات مع الأصحاب أو العمل علاقات مفيدة، ويبقى في تبادل فكري مفيد بيجمعكم بأصحابكم. نروح للجوزاء ومواليد الجوزاء. القمر في وضع معاكس معاكم في الشغل، فمهم جدا مواليد الجوزاء انكم تشتغلوا بدقة وتنظموا أولوياتكم وأفكاركم عشان تعرفوا تتغلبوا على أي شعور بالتشتت، وكمان عشان يعني اشتغلوا بدقة عشان ما يتمسكش عليكم أخطاء. مهم كمان مواليد الجوزاء تتجنبوا أي صدام مع الزملاء والرؤساء في الشغل. نروح للسرطان ومواليد السرطان. عندكم يوم هايل على كل الأصعدة. لو بتسعوا العمل في الخارج ممكن تعملوا انترفيوز موفقة، أو تكونوا عموما موفقين في أي رحلة أو سفر بتعملوه. الحظ عموما بيحالفكم في أي حاجة ليها علاقة بالسفر. كمان مواليد السرطان عندكم تركيز هايل في اليوم ده، وتقدروا انكم تحصلوا معلومات كتير، فلو انتوا في مراحل دراسية ده هيساعدكم انكم تحققوا نجاحات او تعملوا يعني تحسنوا مستواكم الدراسي. كمان في الشغل رغبتكم في المعرفة تساعدكم انكم تعملوا تطور ايجابي في مستواكم المهني. نروح بعد كده للأسد ومواليد الأسد. القمر في منزل المدخرات بيديكم إدارة هايلة للنواحي المالية، فهتلاقوا عندكم أفكار ملهمة تزودوا بيها دخلكم أو مدخراتكم أو أملاككم، وكمان تعرفوا تخططوا حلو لمستقبلكم المهني. نروح للعذراء ومواليد العذراء. القمر في مواجهتكم، فلازم تاخدوا بالكم انه يوم مش مناسب لأي مغامرة في الفلوس أو حتى في الشغل، فيعني مواليد العذراء على كل الأصعدة ما تتسرعوش في قراراتكم، وادرسوا كويس أي قرار انتم مقدمين عليه سواء بيع أو شراء أو توقيع أوراق أو عقود. كمان في الحياة الشخصية يعني ما تدخلوش في أي مناقشات حادة، خصوصا لو متجوزين، مع شركاء الحياة حافظوا على الهدوء وما تصعدوش المواقف. كمان في الحركة وفي السواقة اتحركوا بالراحة وسوقوا بالراحة حفاظا على سلامتكم. في النواحي القانونية خليكم ملتزمين، لأن أي مخالفات في القانون أو المرور هيبقى سهل اكتشافها. نروح لبرج الميزان. مواليد الميزان، القمر في منزل الصحة الإيجابي بيديكم طاقة ونشاط أكتر، وتعرفوا أنكم تنظموا جهودكم وتوظفوها في اتجاه سليم، وعندكم كمان إصرار أنكم تعملوا الواجبات اللي عليكم على أكمل وجه، سواء كانت واجبات مهنية أو منزلية أو عائلية. نروح بعد كده للعقرب ومواليد العقرب. القمر عندكم في منزل الحب بيديكم طاقة عاطفية
وتقدروا تأثروا جدا في الجنس الآخر لو مرتبطين. كمان في الشغل عندكم قدرة انكم تنجزوا كل الأعمال اللي عليكم وتثبتوا نفسكم في كل عمل بتعملوه، ولو عندكم أولاد هيبقى في تفاهم وتواصل أفضل مع أولادكم. نروح للقوس ومواليد القوس، الأمر في وضع معاكس بالذات في التعامل مع الأهل والقرايب والأصحاب، فخدوا بالكم، حافظوا على اللباقة، ممكن تكونوا عرضة لسوء تفاهم أو لاستفزاز أو تدخل في شؤونكم، فحاولوا تردوا بلباقة عشان ما يحصلش أي صدام في العيلة أو مع الأصحاب. نروح للجدي ومواليد الجدي، عندكم الأمر في منزل العلاقات بيديكم لباقة ودبلوماسية وحسن تصرف في كل المواقف، لأن عندكم يقظة ذهنية تساعدكم بسرعة تتصرفوا حلو، وده كمان يساعدكم جدا لو بتعملوا مقابلات في الشغل مهمة، هتعرفوا انكم تبرزوا مواهبكم بشكل افضل، تعرفوا تقنعوا اي حد باللي انتوا عاوزينه، وتعرفوا كمان تتفاوضوا كويس على اي حقوق ليكم. نروح للدلو ومواليد الدلو، القمر في المنزل التاني بيخلي تركيزكم اقل، فمهم جدا في الشغل تراجعوا كويس كل خطوه بتعملوها قبل ما تنفذوها عشان ما تقعوش في اي اخطاء تتمسك ضدكم. كمان في الفلوس راجعوا كويس قراراتكم وحساباتكم علشان ما يحصلش اي خسائر. نروح بعد كده لبرج الحوت ومواليد الحوت، طول اليوم القمر في برجكم بيديكم منتهى السحر والجاذبية، وتقدروا انكم تأثروا في كل اللي حواليكم بشكل افضل، عندكم حضور رائع، عندكم ثقة بالنفس، تعرفوا تفرضوا ارادتكم ورغباتكم بذكاء، وكمان تعرفوا تحصلوا على الاعجاب بيكم بسهولة وخصوصا اعجاب الجنس الاخر. ان شاء الله يكون يوم حلو على كل الابراج، وبكرة يوم جديد ويوم سعيد.